يسوع الرضيع يقدم في الهيكل. ثم لما تمت الأيام لتطهيرها حسب شريعة موسى، صعد به إلى أورشليم ليقدماه إلى الرب، كما كتب في شريعة الرب: كل بكر من الذكور يدعى قدسا للرب، وليقدم ذبيحة كما يوصى في شريعة الرب: زوجي يمام أو فرخي حمام. وكان في أورشليم رجل اسمه سمعان، وهو رجل بار تقي ينتظر العزاء لإسرائيل، وكان الروح القدس عليه. وكان الروح القدس قد أوحى إليه ألا يرى الموتى قبل أن يرى مسيح الرب، وقد جاء إلى الهيكل بدافع من الروح. فلما أحضر الأبوان الطفل يسوع ليقدم عنه ما سن في الشريعة، حمله على ذراعيه وبارك الله وقال: أيها السيد، الآن تطلق عبدك بسلام حسب وعدك، فإن عيني قد أبصرت خلاصك الذي هيأته لتقدمه إلى الشعوب كلها، نور هداية للأمم ومجدا لشعب إسرائيل. وكان أبوه وأمه يتعجبان من هذا الكلام الذي قيل فيه. فباركهما سمعان وقال لمريم أم الطفل: ها إن هذا الطفل قد جعل لسقوط كثيرين وقيام كثيرين في إسرائيل، وعلامة تقاوم حتى أنت سيخترق نفسك سيفا، لكي تنكشف نيات قلوب كثيرة. وكانت هناك نبية هي حنة بنت فنوئيل من سبط أشير، وهي متقدمة في السن، وكانت قد عاشت مع زوجها 7 سنين قبل عذراويتها، وهي أرملة نحو 84 سنة. لم تكن تفارق الهيكل، وكانت تتعبد ليلا ونهارا بالصوم والدعاء. فإن حضرت في تلك الساعة أخذت تسبح الرب وتتحدث عن يسوع مع جميع الذين كانوا ينتظرون فداء في أورشليم. وبعد إتمام كل ما تقتضيه شريعة الرب، رجعوا إلى مدينة الناصرة بالجليل. وكان الطفل ينمو ويتقوى ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه.